هذا النشاط من مجموعة النشاطات الموجودة عندنا. عندنا نشاطات رياضية، نشاطات كشفية، نشاطات عزف، وهذا نشاط من هالنشاطات بيصير عندنا سنويا. بحضروا حالهم هالشباب والصبايا الموجودين عندنا، بيادوا أفكار يلي عندهم إياها وبيبلشوا يرتبوا عليها كلها قبل بشي شهرين ثلاثة من موعد كيرمس. احنا هون بكيرمس المريمية هالسنة حبينا نعطي فكرة جديدة اللي هي جزيرة الكنز. الهدف من الفكرة هي بس نرجع نرسم شوية بسمة صغيرة على وجوه العالم. أكيد حاجنا بقى عايشين بحرب صلنا فترة طويلة، بنحب هيك نجدد شوي الحياة بقلب كل شخص. نحن ما في إلنا هدف هون غير إنه نحن مثل ما قلت لك 90% من الشغل هو خيري. بنقي ألعابنا حسب شو بيناسب الفكرة. يعني عنا هون مثلا لعبة الأوزان، رفع الأثقال، في عنا لعبة البارودة اللي بيصيب الهدف. غير هيك إنه نحن شبابنا والصبايا خلال الشهرين الماضيين تعبوا كتير لحتى حضروا الكرمز. وأكيد مثل ما كنتم شايفين في شيء اسمه عمار ريادة نحن بنسميها بالكشاف عنا، بتميز كل فرقة عن الثانية فيها. فالشباب والصبايا حبوا يورجونا عمال الريادة مثل ما نحن شايفين السفينة هون نحن اللي عاملينها. اخترنا حاليا السنة فكرة جزيرة الكنز لنغير عن باقي السنين اللي كنا نعملها، اللي كانت تعتبر فينا نقول ككرمس نمطي يعني متكرر نفس الألعاب تقريبا كل سنة. ممكن كان يكون فيها شوية تغيير، بس السنة حبينا نغير الفكرة كليا. يعني حتى مثل ما نكون شايفين عنا السفينة مشغولة كل أحبال، عنا كمان هنا البوابة مدخل سفينة.